السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة أسبوعية جديدة من وورلد سبورتس. نكون مع حضراتكم كل يوم اثنين في التوقيت الشتوي الجديد من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10 إلا ربع، بنتكلم في كل الأحداث العالمية. في البداية طبعا من البالون دور والكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول بعد ما انفصلت عن الفيفا وبقت جائزة مستقلة. الفيفا بيعطي جائزة ذا بيست وفرانس فوتبول بتعطي جائزة البالون دور. بالون دور بتقام حاليا على مسرح شاطلي في مدينة أو عاصمة فرنسا، مدينة باريس، يحضر فيها كل نجوم كرة القدم. ميسي ورونالدو هم أصحاب الكرات الخمس، أعلى اثنين لعيبة عندهم رصيد من الكرات الذهبية في التاريخ، لكن مين هو آخر واحد حقق لقبه؟ لوكا مودريتش، بعد عام أعتقد أنه هو عام تألق فيه بعد ما حصل جائزة ذا بيست من الفيفا وبعد ما حصل على البالون دور. لوكا مودريتش هو الذي فيسلم الفائز بالجائزة. زي ما حضراتكم شايفين دي القائمة الخاصة بأفضل لاعبي كرة القدم في 2019، واللي مرشح منهم واحد بس هيفوز بجائزة البالون دور، منهم طبعا نجمنا المصري محمد صلاح. كنت كتبت على صفحتي الشخصية وعلى مسؤوليتي الشخصية امبارح ان بعض الاخبار اتسربت ليا عن طريق مصادر في فرانس فوتبول وفي فرنسا ان الفائز بالكرة الذهبية ليونيل ميسي ومحمد صلاح هيأتي خامسا. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هنعرفه بعد كده كده لحظات من وقت ما يتم إعلان الجايزة. لكن زي ما قلت لحضراتكم حدث كبير جدا، حدث مهم جدا، لكن أكيد دوريات اللي احنا تابعناها الأسبوع الماضي كان ليها عامل السحر. دوري الإنجليزي والبداية في مباراة ليفربول، ليفربول تألق فان دايك وفان دايك ينقذ ويوسع الفارق ما بين ليفربول والسيتي إلى 11 نقطة. هل يا ترى الأمل انتهى في المنافسة ما بين الناديين وإن الدوري الإنجليزي خلاص على بعد خطوات من الحسم لصالح ليفربول الغائب عنه لقب الدوري لمدة 30 سنة؟ فان دايك تألق أحرز هدفين، وفي نفس الوقت في تراجع لمستوى نجمنا المصري محمد صلاح. هل بسبب قدومه من الإصابة وإنه ما خدش الوقت وخايف على نفسه بما إنه عنده حدث مهم جدا بعد أيام أو بعد أسابيع وهو المشاركة في كأس العالم للأندية مع ليفربول، ولقب محمد صلاح لو حققه هيكون أول لقب يحققه محمد صلاح كفائز بكأس العالم للأندية. السيتي بيتعثر أمام نيوكاسل بعد مباراة أعتقد أن نيوكاسل أدى فيها بشرف وأدى فيها بقوة كبيرة جدا، لكن كلنا شفنا المفاجأة كانت في مباراة تشيلسي وويست هام لما ويست هام قدر أنه يخطف الفوز من تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج. ستانفورد بريدج دي تاني مباراة لتشيلسي مع فرانك لامبارد يفشل فيها بالتسجيل، لكن أول مباراة على ملعب ستانفورد بريدج يفشل فيها نادي تشيلسي بالتسجيل على ملعبه وسط جمهوره. ويست هام كان عنده مشكلة كبيرة جدا الأيام الأخيرة بعد طبعا إصابة فابينسكي الحارس الأساسي، بقى عنده مشكلة في حراسة المرمى، لكن كلنا شفنا دموع الحارس يعني بعد ما تألق وبعد ما قدر انه ينقذ فريقه وقدر انه لم يستقبل ولا هدف وقدر انه يحافظ على الشباك علشان ويست هام تفوز بالمباراة، وثلاث نقاط غالية جدا جدا على نادي تشيلسي. مورينيو ونادي توتنهام ومباراة مهمة جدا جدا، والمكسب الثالث على بورنموث، المكسب الثالث لمورينيو علشان نوضح بالظبط كلامنا، والمكسب الثاني على التوالي في دوري الانجليزي، المكسب الثالث بعد مباراة اولمبياكوس في دوري الابطال. مورينيو موسوعة، مورينيو واضح جدا انه اشتغل على نفسه في الفترة اللي ما كانش موجود فيها في التدريب، غير الطاقم المساعد بالكامل علشان يستعين بالشباب، والشباب يعني الامكانيات يعني القدرات يعني الطموح في إثبات الذات. علشان كده مورينيو متألق جدا مع توتنهام، بل وهيتألق أكثر وأكثر. هل مورينيو هيدعم في شهر يناير؟ هل مورينيو هيقدر أنه هو يعني يجلب المزيد من
اللاعبين لصالح نادي توتنهام ولا لا. طبعا دلوقتي توتنهام بقى سنتر للعيبه كلها علشان يكونوا موجودين. دايما اللعيب بيحب ان هو يروح نادي او بيحب يروح نادي لسببين، اول سبب المدير الفني، ثاني سبب لتاريخ النادي، وانا اعتقد ان السبب الاول هو الاقوى في نادي توتنهام. ارسنال بعد ما اعلن رسميا رحيل يوناي امري وقدوم لوينبرج اللاعب السابق اللاعب التاريخي لنادي ارسنال، بيفشل في اول مباراه لي وبيتعادل مع نورويتش سيتي القادم من دوري الدرجه الثانيه. طبعا يعني لوينبرج حاول عايز يثبت نفسه وعايز يكمل في تولي المسؤوليه. ارسنال لسه مش عارفين هل هيتعاقد مع مين الايام اللي جايه، لكن اكيد بعد رحيل ارسن فينجر مفيش شك ان ارسنال خسر كتير جدا، خسر عدم الاستقرار، خسر شخصيه ارسنال اللي كنا متعودين عليها. لكن لوينبرج بيفشل هو وميرت سكر المدرب المساعد في خطف الثلاث نقاط من نورويتش والاكتفاء بالتعادل. يتحسب ليه ان هو كان بيعود في المباراه وحاول حتى وصل للتعادل، لكن التعادل ليس كافي بالنسبه لكل جمهور ارسنال. اليونايتد ايضا وتعادل محبط مع استون فيلا، تريزيجيه بيشارك في اول 18 دقيقه مكان نور غازي، و يعني زي ما حضراتكم متابعين اليونايتد من أسوأ لأسوأ. اليونايتد بيكمل سلسلة الفشل هو كمان، أرسنال واليونايتد فشل كبير جدا جدا بيمر بيهم للأسف للأسف، اثنين من أكبر الأندية اللي موجودة في إنجلترا وفي العالم، لكن يتدهور بيهم الحال علشان ليفربول والسيتي هم اللي يخطفوا الأضواء وهم اللي يكونوا كبيري الكرة الإنجليزية. لكن السؤال الأهم يعني الخاص بمانشستر يونايتد، هل إدارة مانشستر هتسكت على الأداء المخيب وعدم الإقناع من قبل سولشاير، ولا الصور اللي احنا شفناها والكلام اللي كان على مسؤولية الديلي ميل إن سير أليكس فيكسون بعد مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد اتكلم في الخباثة كده على جنب مع مدرب شيفيلد، هل بيتكلم معاه بيثني عليه بيثني على أدائه، ولا بيتكلم معاه وبيجس نبضه بلغة الكورة علشان يشوف مدى إمكانيته في تولي المسؤولية لنادي مانشستر في أقرب وقت. ده بالنسبة للدوري الإنجليزي. دوري الأسباني طبعا فوز الريال أمام ديبورتيفو ألافيش فوز مهم جدا بنتيجة 2-1، كريم بنزيما بيتألق مع الريال كالعادة، لكن التألق الأكبر كان في القمة اللي على ملعب واندا متروبوليتانو اللي هنتكلم عليها في فقرة الأخبار، وهنتكلم على إحصائياتها وهنتكلم على أرقامها. اللي حصل إن تير شتيجن 70% من قوة برشلونة في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة. أول مباراة برشلونة يفوز بيها على ملعب واندا متروبوليتانو، أيضاً المباراة الأولى لميسي اللي يسجل فيها على أتلتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، علشان نشوف مباراة تير شتيجن بيتألق فيها وميسي بينقذ نادي برشلونة من التعادل وبيكمل برشلونة في المنافسة مع ريال مدريد في الصدارة ب 31 نقطة لكل فريق. لكن هل بعد تألق تير شتيجن في اليورو 2020 مين هيكون حارس مرمى المنتخب الألماني؟ المتألق تير شتيجن اللي بيثبت للجميع انه الحارس رقم واحد في العالم، ولا مانويل نوير التاريخ والعظمه والكبرياء للكره الالمانيه وخليفه اوليفر كان؟ ده الخيار اللي هيكون مهم جدا جدا. قال خواكيم لوف هيكون في حيره، هيلاعب مين؟ الاثنين بيحرجوه بشكل كبير جدا، لكن الاحراج الاكبر كان بالنسبه لتير شتيجن حارس برشلونه اللي شال امبارح كرات اعتقد انها كفيله بخروج برشلونه مش خسران مش باقل من هدفين أو ثلاثة. الدوري الألماني وخسارة البايرن وبروسيا دورتموند بالنسبة لي يعني صدمة كبيرة جدا، ووصول لايبزيج إلى الصدارة الألمانية في الدوري الألماني في مرات قليلة جدا جدا ومعدودة على الأصابع. كان ممكن مونشن جلادباخ عفوا هو المتصدر بقاله فترة كبيرة جدا مش متصدر، لكن بيتصدر في الوقت اللي يعني العملاقين هما اللي بعاد تماما عن الاضواء والشهره. لوسيان فافير المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند يعني بيواجه شبح الاقاله. ايضا الناحيه الثانيه في البايرن بعد كوفيتش والاقاله
اكيد طبعا كلنا شفنا في تذبذب، في عدم اتزان لنادي البايرن، وده اللي احنا هنحاول نعرفه. البايرن هيكمل بالمدير الفني المؤقت لحد امتى؟ امتى هيكون في اعلان عن اختيار المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ؟ لكن مونشنجلادباخ اكيد بيقدم موسم رائع، لايبزيج في المركز الثاني مفيش شك ان هو بيقدم موسم رائع جدا. عجبني الاداره اللي موجوده في فريق لايبزيج، الاداره الشاطره، الاداره الواعيه اللي بتعرف ازاي ان هي تعمل مانجمنت او تدير او تسوق اللعيبه اللي موجوده، وتسوق ايضا كل المنظومه لصالح الفريق. علشان كده الدوري الالماني نتمنى ان هو يكون مختلف هذا الموسم. في النهايه طبعا العملاق البافاري على عيننا على راسنا، واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في العالم، ايضا بروسيا دورتموند والكره الجميله الفيستيفالز وكرتهم الجميله جدا، لكن الدوري الالماني هل لايبزيج يقدر؟ هل القوه الشرائيه الماليه اللي بتتحكم في نادي لايبزيج مع الاصرار والعزيمه اللي موجود عند مونشنجلادباخ، اللي اعتقد يعني الوصول للقمه سهل زي ما حضراتكم عارفين، لكن انك تحافظ على القمه ده شيء صعب شويه، محتاج شويه مجهود، لا محتاج شويتين ثلاثه اربعه. علشان خاطر كده دايما بنلاقي ان فرق صغيره بتطلع للصداره، لكن مين اللي في الاخر بياخد الدوري؟ اعتقد حضراتكم بتشوفوا، حضراتكم يعني بتتابعوا، ان الفرق الكبيره بالتاريخ بالخبره باللعيبه بنوعيه اللعيبه اللي موجوده بيقدروا ان هم يحسموا لقب الدوري في النهاية. الدوري طيب يعني الدوري الالماني في الاخر يعني في الكنترول بيقولوا لي اسماء فرق انا مش هقدر اقولها عشان خاطر يعني صعب، انا بقول لهم صعب، لكن انا اتحداكم ان في الاخر في الدوري الالماني معروف يا البايرن يا بروسيا، علشان صعب جدا ان في الظروف الحاليه يتفوقوا. طيب بيقولوا لي بايرن ليفركوزن اللي هياخد لقب الدوري الالماني يا اما فرايبورغ او بايرن ليفركوزن، حضراتكم تتفقوا معاهم ولا تتفقوا معايا؟ دي حريه شخصيه بتاعتكم، لكن انا بقول يا البايرن يا بروسيا بقيمتهم الكبيره بالقوه اللي موجوده عند لاعبتهم في المنتاليتي والشخصيه. الدوري الايطالي بقى بالنسبه لي السنه دي غير تماما كل سنه، كل سنه كان بيكون دوري ممل جدا، ان اليوفنتوس مع كامل الاحترام والتقدير لكل مشجعي اليوفنتوس اللي بيكون متصدر من اول يوم لحد اخر يوم، نابولي بيتخانق شويه مع يوفنتوس ويعافر معاه لحد وقت كده معين، نلاقي يوفنتوس ادى نابولي كتف ويوفنتوس هو اللي متصدر وبياخد لقب البطوله قبل النهايه بثلاث واربع وخمس اسابيع. محدش بينافس يوفنتوس لحد ما جه المرعب المنقذ للكره الايطاليه انطونيو كونتي المدير الفني لنادي انتر. 14 مباراه حقق منهم 12 فوز، 12 فوز لاول مره في تاريخ انتر في بطوله الدوري الايطالي، يبدأ 14 مباراة ب 12 فوز، يعتلي قمة وصدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس اللي يعني بيتعثر في مباراته أمام ساسولو. اليوفنتوس مع ساري غير يوفنتوس مع أليجري، يوفنتوس مع أليجري كان بيفوز، كان في شكل، كان في رضا من جمهور اليوفنتوس اللي أنا متابعه في فيسبوك وفي تويتر. لكن مع ساري موضوع مختلف تماما، موضوع مختلف جدا 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 جدا، مفيش شكل، مفيش يعني تناغم، مفيش انسجام، مفيش رضا من اللعيبه، اللعيبه كلها متضايقه. انت ممكن تكون مدرب شاطر، مدرب بتعرف تتعامل مع لعيبتك، مدرب بتعرف تخلي لعيبتك تنفذ كل اللي انت عايزه باقل مجهود، وممكن اللاعب ما يلعبش ويكون مبسوط ويحب زمايله ويتمنى الفوز لفريقه. محدش يقول لي الكلام ده بيحصل في الانديه، اقول لهم معلش احنا بشر في الاول وفي الاخر، وكل اللعيبه اللي موجوده نفسها تلعب، ممكن واحد يتمنى الخساره اكيد الله اعلم، بس اكيد بيكون في انا فريق يخسر علشان المدرب يكون عارف ويكون حاسس ان انا لما هلعب ده مش هيحصل. الكلام ده في الاحلام طبعا، كل حاجه بيكون قدر ونصيب من ربنا سبحانه وتعالى، لكن المكسب والخساره ده بيكون مجهود تعمل عليك وممكن تفوز، وده اللي بيكون طبيعي، يا اما ربنا ما بيضيعش مجهودك وفي الاخر بيكافئك، يا اما ما بتعملش اللي عليك وبتخسر، وده اللي بيكون في معظم الفرق زي ما بنشوف. لكن طبعا في حظ وفي كلام كتير على جنب انا عارفه، وفي تحكيم وفي زي ما احنا شفنا في ماتش الاهلي كده، الحكم ربنا يهديه يعني، هنشوف بقى ان شاء الله كده الاتحاد الافريقي عشان
يعني 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 ياخد عقوبه كده حلوه يعني. لكن الموضوع مختلف. فساري انا شايف ان هو بعيد كل البعد عن احلام وطموحات جمهور يوفنتوس اللي بيكتب يعيني رايه وبيفضفض سواء على الفيسبوك او على تويتر. لكن اليوفنتوس بعيد، اليوفنتوس بعيد. روما بيفوز 3-1، ميلان بيفوز على بارما 1-0، مش عارف ازاي يعني. ميلان غريب جدا ممكن يخسر على ملعبه من فرقه ضعيفه، طبعا انا بتكلم بالنسبه لحجم الميلان وحجم الفرقه الاخرى. لكن الميلان بيفوز 1-0 على بارما بره ملعبه، وده اللي بالنسبه لي غريب. يعني انا بالنسبه لي غريب ان لما الميلان عفوا يفوز بره ملعبه انا مبسوط وزعلان. مبسوط ان الميلان بيعود ومكسب يفوق الميلان، وزعلان ان الميلان ما بيعرفش يكسب على ملعبه، يعني سان سيرو ملعب كبير جدا وشهير جدا وبيخسر بره ملعبه. لكن الدوري الايطالي زي ما قلت لحضراتكم غير، وهنتابع الكلام ده من خلال النتائج والمباراه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تاني، افكر حضراتكم قبل ما نروح لنتائج الدوريات، وقبل ما نروح كده يعني معانا شويه تليفونات كده ان شاء الله نحاول نجيبها علشان نتكلم مع ضيوفنا على رايهم في اللي بيحصل في الدورات العالميه والبالون دور. الحفله حاليا بتقام على مسرح شاتلي في فرنسا، في مدينه باريس عاصمه فرنسا عاصمه النور. ومحمد صلاح، في اخبار كتيره بتقول ان محمد صلاح مش هيكون موجود في الجائزه، هل بسبب انه عرف انه مش هيكون من ضمن اول ثلاثه، ولا محمد صلاح يعني 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 محمد صلاح اعتقد ان الموضوع بالنسبه له يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله كده ربنا يكرمه بس ويحصل على لقب في الاول وفي الاخر. هو بيمثل مصر وبيمثلنا كلنا، فاحنا كلنا عندنا يعني عندنا يقين في محمد صلاح انه في يوم من الايام هيحقق اللقب. تعالوا كده ناخد بقى النتائج والجولات السابقه والقادمه والدوري الانجليزي وكالعاده من البدايه. البداية زي ما حضراتكم عارفين من الدوري الإنجليزي ونتائج الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي. نيوكاسل يونايتد بيتعادل مع مانشستر سيتي، وتشيلسي بيخسر من ويست هام، وليفربول بيفوز على برايتون 2-1 في مباراة أعتقد أن هي مباراة يعني مباراة فرق كتير جدا مع فريق ليفربول وفريق السيتي علشان وسعت الفارق ل 11 نقطة. لكن توتنهام بيفوز الفوز الثاني على التوالي في عهد مورينيو 3-2، وبورنموث هو الضحية في هذه المباراة. مانشستر يونايتد بيتعادل مع أستون فيلا 2-2 في مباراة اليونايتد خسر فيها أكيد نقطتين مهمين جدا هتبعده أكتر عن التوب فور والمراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، وكمان يفقد الثقة بعض الشيء في مشواره القادم في الدوري الإنجليزي وفي اليوروبا ليج. لسه سيتي بيقدم موسم أكثر من رائع وفوز قوي ومهم أمام إيفرتون بنتيجة 2-1. وقت القتل طبعا قدر إن فريق ليستر يحسم التألق. بيرنلي والسيتي في أول مباراة في الجولة القادمة اللي هتكون بكرة، بكرة وبعده يا جماعة إن شاء الله في ماتشات مهمة جدا جدا في الدوري الإنجليزي. البداية من الساعة 10:15 بكرة بتوقيت القاهرة، بيرنلي مع مانشستر سيتي. يوم الأربعاء هتستكمل باقي اللقاءات، ولقاء مهم جدا غير تشيلسي وأستون فيلا، تريزيجيه أمام لامبرد الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة. يوم الأربعاء مانشستر يونايتد هيستقبل الضيف القديم، الضيف اللي هيعود إلى ملعب الأولد ترافورد، مورينيو جوزيه مورينيو مع توتنهام هوتسبيرز المدير الفني الحالي. هل مورينيو هينتقم ولا مورينيو هيخضع للجمهور اليونايتد وما يحققش نتيجه ايجابيه؟ لسه في نفس التوقيت برضو مباراه ليستر وواتفورد، وايضا ليفربول وديربي الميرسي سايد، مقاطعه الميرسي سايد وهنتكلم عليها. والساعه 10:15 ايفرتون وليفربول، او ليفربول وايفرتون. زي ما حضراتكم عارفين ان ديربي الميرسي سايد بيكون ليه طعم مختلف في هذه المقاطعه. يلا نروح لجدول طيب قائمه هدافين الدوري الانجليزي. جيمي فاردي ليستر سيتي 13 هدف، اوباميانج ارسنال 10 اهداف، وتامي ابراهام 10 اهداف،
وسيرجيو اجويرو مانشستر سيتي 9 أهداف، رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 8 أهداف، وساديو ماني ليفربول 8 أهداف. محمد صلاح عايزينه يشد حلو شوية علشان يكون موجود مع هدافي الدوري الإنجليزي علشان ينافس على اللقب الثالث ليه إن شاء الله على التوالي. ترتيب الدوري الإنجليزي، ليفربول في المقدمة من غير ما نشوف، 40 نقطة، ليستر سيتي 32 نقطة بعد فوزه على إيفرتون بيصعد إلى المركز الثاني، ويزيح مانشستر سيتي في المركز الثالث ب 29 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع 26 نقطة، وتوتنهام هوتسبيرز 20 نقطة. الدوري الأسباني والمواجهات السابقة، ديبورتيفو ألافيش بيخسر 1-2 من ريال مدريد، فالنسيا وفوز مهم على فياريال 2-1 بعد خسارة في دوري الأبطال أمام تشيلسي، إشبيلية بيفوز 1-0 على ليجانيس بقيادة خافيير أجاري، وأتلتيك بلباو بيفوز 2-0 على غرناطة، وأخيرا ديربي واندا متروبوليتانو، ديربي الجولة الحالية أو قمة الجولة الحالية، ديربي ما بين أتلتيكو وريال، لكن دي قمة الجولة الحالية من الدوري الأسباني ما بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وفوز برشلونة 1-0. المواجهات القادمة في الدوري الأسباني، والبداية من يوم الجمعة 6 ديسمبر فياريال وأتلتيكو مدريد، يوم السبت من الساعة 2 ريال مدريد أمام إسبانيول، وبرشلونة أمام ريال مايوركا الساعة 10، وريال بيتيس أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الساعة 3، وأخيرا أوساسونا أمام إشبيلية الساعة 10. هدافين الدوري الأسباني، كريم بنزيما في المقدمة ب10 أهداف ليونيل ميسي، يليه بعد هدفه أمس أمام أتلتيكو مدريد 9 أهداف، ولوكاس بيريز مارتينيز ديبورتيفو ألافيس 8 أهداف، وجيرارد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف، ولورينزو مورن لاعب ريال بيتيس 8 أهداف، وويليان خوسي دي سيلفا ريال سوسيداد 7 أهداف. ترتيب دوري الأسباني بعد الجولة الأخيرة، برشلونة في المقدمة 31 نقطة يتساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط، لكن عدد الأهداف أكثر بالنسبة لنادي برشلونة، وريال مدريد 31 نقطة، أشبيلية في المركز الثالث 30 نقطة، ريال سوسيداد في المركز الرابع 26 نقطة، وأخيرا أتلتيك بلباو في المركز الخامس 26 نقطة. طيب هنروح لتليفون مهم جدا جدا مع واحد من المحللين الجامدين جدا، المحللين دايما بنستمتع بيهم في الكرة العالمية وبيمتعنا في أي مكان هو بيكون موجود فيه، آراءه كلامه تحليلاته كل شيء، وأكيد طبعا بيشرفني أنه هو يكون موجود معايا ومع حضراتكم علشان نستفيد من رأيه ونعرف كمان رأيه في الكرة الألمانية. هو بافاري جدا جدا جدا، بيعشق البايرن، لكن هل هو راضي عن البايرن ولا لا؟ المحلل وضيفي الكابتن تامر بدوي. تامر برحب بيك. اهلا بيك يا عمر حبيبي، وحشني جدا جدا، وبرحب بيك وبشكرك على المقدمه الحلوه دي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي اللي اشتغلت فيه، وكان ليا الشرف ان انا اشتغل فيه الفتره. يعني شرف اي مكان تكون موجود فيها تامر، يعني بسم الله ما شاء الله ثقافه ولغه وتحليلات فنيه، ودايما بتتابع طبعا الكره العالميه، وانت واحد من الناس رقم واحد في مصر، فلازم ان انا اقدمك وادي لك حقك. لكن هل انت راضي عن البايرن بعد المستوى اللي بيقدمه وبعد التذبذب في المستوى، والإدارة لحد دلوقتي ما أعلنتش عن الخطة القادمة، هل هيتم الاستعانة بمدير فني جديد الفترة اللي جاية علشان البايرن يبدأ يركز في الشامبيونز ليج ويبدأ يركز في بطولة الدوري، ولا القيادة المؤقتة هتكون مؤقتة لشوية كمان؟ طيب تعالى نمسك الموضوع من الأول يا عمر، هنعمل فلاش باك لبداية السيزون من الأول. لأول مرة على غير العادة إن إدارة بايرن ميونخ تشتري لعيبة وتفتح الخزنة، تمام، وتبدأ تجيب لعيبة ليها اسم وليها تقل وعندها سي في قوي يا عمر. تمام مظبوط. عكس مكان السياسة اللي بتتبع من قبل إدارة بايرن ميونخ، وده جه بسبب أسباب كتيرة جدا، زي ما بنقول الفريق بيغير جلد، خلاص روبن وريبيري بيرحلوا عن الفريق، الاثنين اللي قتلوا الفريق وقت طويل قوي، بدات تجيب لعيبه كتير، سمعنا ان بايرن كان قاب قوسين او ادنى ان هو يوقع مع
لوري سانيه لو تفتكر قبل ما يجي له رباط صليبي في السوبر الانجليزي ويتعمل فريزنج للصفقه. غير كده جاب بيريشيتش من الانتر، راجل لعب نهائي كاس عالم. ناهيك بقى ان هم بص يا عمر على النقط دي الشخصيه اللي بايرن بيحاول يعملها، التعاقد مع لعيبه ابطال عالم، يعني مثلا لوكاس مثلا من اتلتيكو مدريد هو بطل عالم مع فرنسا، بافار من شتوتجارت هو بطل عالم مع فرنسا، بيريشيتش لعب نهائي كاس عالم. بتتكلم على لعيبه كلها طبعا غير الالمان اللي كسبوا كاس عالم، مثلا زي مانويل نوير زي توماس مولر، اللعيبه اللي هي مع منتخب المانيا كسبت كاس عالم، بواتينج مثلا، كل دي لعيبه هم بيصنعوا شخصيه فريق بطل، يعني يعرف يلعب على بطوله. ده من وجهه نظري حط نيكو كوفاتش المدير الفني السابق تحت ضغط، اللي هو بما معناه اتفضل يا استاذ احنا جبنا لك بقى صفقات مالكش حجه، ما تقدرش تشتكي، احنا جبنا لك لعيبه، لعيبه كمان بتعرف تلعب على بطوله، فابدا العب على بطوله وابدا حقق بطولات. ده حطه تحت ضغط شويه. الراجل كان في الاول بيأدي صوره لا باس بيها، لكن جه في مباراه اينتراخت فرانكفورت الخمسه المذله اللي خسر بيها بالخمسه الشهيره، عمل في عرف الكوره كده عمر، عمل جنايات لا تغتفر. اولا هو لعب اثنين قدام السنتر باكين في قلب الملعب، على ما اتذكر لعب كوتينيو وتياجو الكنتارا، اثنين لا يمتلكوا اي نواحي دفاعيه تماما، غير كمان ان هو كان ملاعب في المباراه دي ديفيد الابا اللي هو اصلا باك ليفت، ودخله سنتر باك علشان يلعب ديفيس افونس اللي هو الراجل الكندي اللي بيتوظف دلوقتي كباك ليفت. فبلغه الكوره كده انت عريت السنتر باكين وزي ما بنقول كشفتهم، فعمل اخطاء كبيره جدا ضيف عليها ان هو فقد السيطره شويه على غرفه اوضه اللبس، ضيف عليها كمان ان هو مش اسم كبير قوي في حته التعاقدات، ان اللعيب مثلا لما يبقى في لعيب المدير الفني اسم تقيل بيفاوضه اللعيب ما بيفكرش كتير يا عمر عشان يروح، يعني لما مثلا مورينيو بيفاوضك انت بتروح على طول، زي مثلا محمد صلاح لما اتنقل من بازل الى تشيلسي، اسم مورينيو ووجود مورينيو في تشيلسي في اللحظه دي بيجذب اي حد وبيقنعه ان هو ينضم ليه على طول. حقيقي. فنيكو كوفاتش مش من الاسماء الكبيره اللي تشد اي لعيب ان هو يروح يتمرن تحت ايديها، مش جوارديولا، مش زين زيدان، مش مورينيو، مش يوب هانكس، طبعا مش يورجن كلوب، الاسماء الثقيله قوي. فده اثر شويه على مين المدير الفني اللي جاي تعمل للبايرن؟ هل يعني في اسماء مطروحه؟ هل فعلا بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام واحد من ضمن الاسماء، ولا هي مجرد رومرز او اشاعات موجوده على السوشيال ميديا وعلى المواقع اللي بتجتهد الى بعض الشيء عشان تحاول تعرف اسم المدرب؟ والله يا عمر انا امبارح كنت سهران قدام التلفزيون الالماني، زي ما انت بتقول هبدا كلامي في الجزء اللي انت نهيته، ان هما كانوا بيتناقشوا في التلفزيون الالماني ان بيتقال المعلومه دي، انا لسه حتى ما اتاكدتش منها، بس طالما اتقالت في التلفزيون الالماني الناس دي ما بتطلعش تقول معلومه حقيقي غير لما بيكونوا متاكدين منها، ان بوتشيتينيو اسم اتطرح بقوه تاني من جديد لتولي بايرن ميونخ، خاصه ان هما بيتكلموا ان وجدوا ان في شرط محطوط في العقد ما بين بوتشيتينيو واداره توتنهام، ان توتنهام كان حاطط بند ان انت لو هتمشي ما ينفعش تمرن فريق انجليزي في نفس الموسم اللي انت هتمشي فيه في انجلترا، عاوز تمسك فرقه كومباتيتور ليا او منافس ليا في الدوري الانجليزي مضطر ان انت تدفع 14 مليون يا يورو يا جنيه استرليني، وتش ده رقم غالي جدا، يعني يروحوا يشتروا بيه لعيب احسن بدل ما يجيب مدرب كانه شرط جزائي لمدرب. فده اللي رفع من اسهم بوتشيتينيو في حته ان هو خلاص ما ينفعش يمرن في انجلترا السنه دي، فممكن يروح بايرن ميونخ في الوينتر بريك. لكن في اسماء كثيره طبعا كانت اتطرحت على راسها ارسن فينجر، في ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس. لو تامر بدوي هو صاحب القرار في البايرن يولي مين المسؤوليه الفنيه لنادي بايرن ميونخ من المدربين اللي تم طرحها واللي متاحين في الفتره الحاليه، تختار مين؟ هانز زيتا فليك. هانز لازم يكمل، فليك لازم يكمل، وجهه نظري اولا تمام، هو عارف الشخصيه عمر بتاعه العقليه الالمانيه، وكمان بيعرف يتعامل كويس جدا مع اللعيبه. انت شفت توماس مولر في ثانيه اختلف بقى عامل ازاي بعد ما كان ماشي الكوره
وخلاص كان بلغه الكوره كده بيشطب خلاص. بص اتحول الى ايه؟ كل مباراه بقى بيسجل او بيصنع، رجع تاني احياء. العقليه الالمانيه هم زي ما بنقول كده هم فاهمين بعض. الراجل بصرف النظر عن مباراه ليفركوزن اللي خسرها يوم السبت، لكنه بيأدي بصوره كويسه جدا. الراجل اول لما تولى كسب اولمبياكوس في الشامبيونز ليج 2-0، دخل على دورتموند كسب بنتيجه كبيره 4، دخل على ديسلدورف كسب 4، دخل على ريد ستارت صربيا ودي فرقه رخمه، انت عارف عملت ايه مع ليفربول السنه اللي فاتت؟ طبعا طبعا هيفي سكور 6. بصرف النظر بقى عن ليفركوزن والمباراه اللي خسرها كان غير موفق، يعني هو الراجل ضيع فرص كتيره جدا، في منها اللي جت في العارضه، في منها اللي جت في القايم. الراجل عمل اللي عليه ومش من اول مباراه هيقع فيها هتقدر تقول ان هو مدرب ضعيف. لا طبعا، انا وجهه نظري ان هو لازم يكمل، لازم تديله الثقه او تقدر تقيم التجربه. بمعنى ان انا ما ينفعش مثلا ان عمر اديله 6 ماتشات او 8 ماتشات واغيره وبعدين ما اقدرش اقيم التجربه، طب هو كان الغلط فين؟ لا، انا لازم اديله كل المساحه كامله. ولو هو عاوز لعيبه مثلا في يناير وفي نهايه التجربه بقيم، بشوف الراجل ده يقدر يكمل للموسم الجديد ولا لا. طيب عايز، من وجهه نظري هو لازم يكمل. طب عايز اروح معاك للبالون دور، هل شايف ان ميسي بعد التسريبات اللي حصلت، هل ميسي يستحق فوزه باللقب السادس ليه على يعني في تاريخه بالنسبه للبالون دور والجائزه المقدمه من الفرنس فوتبول، ولا انت شايف ان رونالدو او غيره من اللعيبه المرشحين او فان دايك هم اللي يستحقوا ده؟ وهل انت شايف ان محمد صلاح لو جه في المركز الخامس زي ما احنا قلنا وبعض التسريبات، الكلام ده على مسؤوليتي انا، جه بعض التسريبات ليه ان صلاح هيكون موجود في المركز الخامس، هل لو ده حصل فعلا يعني العمليه بالنسبه لك متوازنه وان كل واحد كده واخد حقه، ولا انت كنت شايف ان كان في حد ممكن يستحق يتوج بالجائزه وان محمد صلاح يستحق سواء مركز متقدم او مركز اقل كمان من الخامس، شايف ايه؟ طيب هو في البدايه تعالى نتكلم على مين اللي هيكسب الجائزه. هو بتتكلم في العموم، ميسي هو طبعا احسن لاعب في العالم باي فار بمسافه كبيره جدا عن اي منافس ليه. تمام. لكن بتتكلم على السيزون اللي فات، لا من وجهه نظري فان دايك يستحق ان هو يكون افضل لاعب في البطوله. وللاسف للاسف يا عمر حاسس ان او شايف كمان، مش بس احساس، بدات احس بيها في الملعب. اللهم ان المباراه اللي فاتت اللي خلص فيها المباراه بضربتين راس لليفربول، استثني المباراه الاخيره، من ساعه لما خسر الجائزه بتاعه الفيفا وفاز بيها ميسي، وانا حاسس ان دي اثرت زي ما يكون على نفسيته وبان على ادائه ان هو زي ما يكون محبط. صح. مش ده فان دايك اللي احنا كنا عارفينه. صح. بيأدي الموسم اللي فات، السنه دي مستواه قلل شويه، رجع بقاله مباراتين ثلاثه بيأدي بصوره جيده، لكن من وجهه نظري الشخصيه هو ساهم بصوره غير طبيعيه السنه اللي فاتت في مع ليفربول، ويستحق كتقييم كلاعب مستواه ثابت، نقل ليفربول دفاعيا نقله ثانيه خالص. راجل بتشوف ليفربول السنه اللي فاتت نهى سيزون عامل كام كلين شيت، فده راجل اثر ولعب دور مؤثر كتير جدا. ميسي هو هيفضل ميسي عمر، يعني هو ميسي لو كسب النهارده الكره الذهبيه او ما كسبهاش احنا هنقول ان ميسي لعيب عادي؟ لا طبعا، ميسي هو احسن لعيب، ان لم يكن افضل لاعب في تاريخ كره القدم. لكن وجهه نظري ان لو كسبت ميسي انت كده بتصدر الاحباط لاي لعيب في العالم، كانك بتبعت له رساله بتقول له مهما تعمل، مهما تتالق، مهما تفيد فريقك، مهما تاثر ايجابا على فريقك، ميسي اللي هيكسبها او رونالدو، فدي هيبقى فيها نوع كبير قوي من الاحباط للاعبين ده على مستوى العالم. ومش هيبقى علينا غير ان احنا نستنى الحقبه الزمنيه اللي بيلعب فيها ميسي ورونالدو تنتهي، وبعدين نبدا بقى نشوف منافس جديد على جائزه احسن لاعب في العالم للاجيال اللي طالعه، زي مبابي مثلا، زي راشفورد، زي اللعيبه بقى اللي هتبدا تطلع اصحاب السن الصغير شويه. محمد صلاح رايك هل يستحق فعلا المركز الخامس زي ما حصل في بعض التسريبات، ولا يستحق مركز متقدم، او انت شايف ان المركز الخامس مثلا ان هو لا بالنسبه لمحمد صلاح مثلا في مجامله شويه؟ لا طبعا، هو ما فيش حاجه اسمها مجامله شويه، اصل انت هتجامل يعني الناس هتجيب المجامله منين؟ لا انا عارف، انا بسالك، انا باخد رايك زي ما خدت رايك في ميسي والافضل فان دايك، فانا بسالك على محمد صلاح. محمد صلاح ما هو ممكن تقول لي مثلا لا انا شايفه ثالث او شايفه ثاني،
تمام. انت عارف ان طبعا العمليه بتصويت وبكلام طبعا بروفيشنال جدا جدا، لكن انا بتكلم على ايه؟ يعني انا بتكلم اللي ليا واللي عليا، علشان يعني محمد صلاح احنا مصريين وكل حاجه، لكن انا لازم ازنقك كده في حته سؤال صغير كده يعني طبعا. تعالى نركن العواطف على جنب. تمام. تعالى ننسى ان محمد صلاح ده مصري. جميل كده. لما تيجي تكلمني السيزون اللي فات ولا اللي قبليه محمد صلاح افضل، لا هقول لك السيزون اللي قبل اللي فات. صح. اللي هو اخذ فيه احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي وخسروا فاينل الشامبيونز ليج قدام ريال مدريد. اوكي. سبحان الله السنه اللي فاتت او الموسم اللي انتهى اللي فات يعني كسبوا الشامبيونز ليج وصلاح كمان سجل في الفاينل في ضربه الجزاء اللي كانت في اول خمس دقائق. ومع ذلك انا شايف ان الموسم اللي فات ساديو ماني كان مؤثر اكتر من محمد صلاح مع ليفربول السنه اللي فاتت، وده ما يقللش من محمد صلاح، بالعكس ده كان يرفع من اسهم محمد صلاح، لان محمد صلاح لما فاز بالموسم اللي قبل اللي فات بجائزه احسن لاعب والهداف بدات العينين تبقى عليه اكتر، وتضييق المساحات يبقى عليه اكبر، والرقابه عليه تبقى اكبر، وبالتالي ده منح ساديو ماني الجناح الثاني اللي قصاده الناحيه الثانيه ان هو يبقى عنده انطلاقات ومساحات يقدر يبقى مؤثر. فتعالى نركن العواطف على جنب، لا السنه اللي فاتت محمد صلاح كان يستاهل احسن لاعب في العالم او ثاني او ثالث، مش هنختلف، لكن السنه دي انا شايف ان محمد صلاح ما يستاهلش يبقى في اول ثلاثه، دي وجهه نظري الشخصيه لو هتمشيها من عواطف. تمام. أما عواطف يبقى هو الاول أفندم. لو هي بالعاطف يبقى هو احسن لاعب في العالم. مظبوط. طيب يعني يا تامر، يعني انا فعلا بشكرك، لكن انا بقول لك يعني جهز نفسك كده علشان تكون موجود معانا ان شاء الله في حلقه من الحلقات اللي جايه، علشان تعرف جمهور الكوره والجمهور الاهلاوي بيعزك قد ايه وبيحبك ودايما بيستمتع بيك، وانت لما بتكون موجود اضافه كبيره جدا جدا لينا كلنا. فبشكرك شكرا جزيلا، ومعلش طولت عليك، لكن لما بكون موجود معايا لازم انتهز الفرصه واتكلم معاك في كل القضايا الخاصه بكره القدم، سواء الدوري الالماني او البالون دور. كان نفسي اتكلم معاك في حاجات كتير جدا جدا، بس عشان الوقت ما يجريش مننا واحنا عندنا حاجات كتير جدا جدا جدا. يلا نروح بسرعه للدوري الايطالي ونفكر حضراتكم بالجولات السابقه واللقاءات اللي احنا شفناها وتابعناها. يوفنتوس مع ساسولو 2-2، انتر ميلان بيفوز على سبال 2-1، لاتسيو بيفوز على اودينيزي 3-0، وبارما بيخسر من ميلان 1-0، ونابولي بيخسر من بولونيا 2-1. الجولات القادمه في الدوري الايطالي، والبدايه من يوم الجمعه 6 ديسمبر، انتر ميلان وروما، وقمه كبيره جدا جدا في الجوله القادمه من الدوري الايطالي، 10 الى ربع بالتوقيت القاهره يوم السبت، اودينيزي ونابولي الساعه 7، لاتسيو ويوفنتوس 10 الى ربع، وبولونيا وميلان الساعه 10 الى ربع يوم الحد. هدافي الدوري الايطالي طبعا ايموبلي في المركز الاول ب 17 هدف، بسم الله ما شاء الله. لوكاكو في المركز الثاني 10 اهداف، ولويس موريال لاعب اتلانتا 8 اهداف، ولوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان 8 اهداف، وطبعا جواو لاعب كالياري 7 اهداف، وبيراردي لاعب ساسولو 7 اهداف. جدول الترتيب للدوري الايطالي، انتر ميلان في المقدمه 37 نقطه، فارق نقطه عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني 36 نقطه، لاتسيو في المركز الثالث 30 نقطه، وروما في المركز الرابع ب 28 نقطه، واتلانتا في المركز الخامس 25 نقطه. طيب كده خلصنا مع حضراتكم كل شيء خاص بالدوريات من مواجهات سابقه لجولات قادمه لهدافي الدوريات ايضا والجداول، علشان دلوقتي جه وقتنا علشان نروح بعد انتهاء الجوله قبل الاخيره من دوري ابطال اوروبا، هنروح لاحصائيات مهمه جدا جدا قبل الجوله الاخيره، ونعرف ايه هي حيثيات الجوله القادمه وابرز الارقام والنتائج. والبدايه مع حضراتكم في احصائيات الجوله الماضيه من دوري الابطال، 16 مباراه لعبت، 10 ماتشات انتهت بفوز احد الفريقين، 6 ماتشات انتهت بالتعادل الايجابي، ولا يوجد تعادل سلبي، 52 هدف تم تسجيلها في هذه الجوله، 18 هدف تم تسجيلهم في الشوط الثاني، و33 هدف تم تسجيلهم في الشوط الثاني، و5 ركلات جزاء تم احتسابها. طيب ده يمكن خبر مهم جدا. طيب
طيب ده خبر مهم جدا يا جماعه، بما انه حدث حصل في دوري الابطال فاحنا هناخده من ضمن احصائيات دوري الابطال. ميسي وصل في مباراته الاخيره مع برشلونه الى امام بروسيا دورتموند الى 700 مباراه مع نادي برشلونه بيحتفل بيهم. وفي اللحظه دي احنا بنتكلم على ميسي وهنتكلم على احصائياته وهنتكلم على ارقامه، هنتكلم على ان ميسي حصل على افضل اللاعبين صناعه للعب في من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ب 299 نقطه. تخيلوا حضراتكم ان ميسي حصل عليها بفارق كبير جدا جدا عن صاحب المركز الثاني اللي هو كيفن دي بروين اللي عنده 85 نقطه. ومن هنا هقدر اخد برضو العنوان ده والصوره اللي قدام حضراتكم في ان ميسي يستحق الفوز بالبالون دور بسبب ارقامه واحصائياته، مش بس كمان كلاعب كره قدم وبسبب ان هو واحد من امتع اللعيبه اللي موجوده في العالم. لا، ميسي 299 نقطه، يليه كيفن دي بروين 85 نقطه، ايدن هازارد 55 نقطه، فيرمينيو 46 نقطه، وبرناردو سيلفا 32 نقطه. فده بالنسبه احنا بنحتفل بمباراه برشلونه وبروسيا دورتموند في دوري الابطال ووصول ميسي الى المباراه رقم 700. اكيد لسه معانا حاجات ثانيه لميسي، لكن هنكمل في دوري الابطال وهنكمل مع ميسي. خلينا نكمل في دوري الابطال علشان نكمل مع حضراتكم الاحصائيات والارقام. طبعا هنروح لافضل هدافي دوري الابطال طوال التاريخ ونشوف الابديت الجديد اللي رجع. رونالدو 128 هدف في تاريخ دوري الابطال، ميسي 113 هدف، راؤول جونزاليس 71 هدف، ليفاندوفسكي 62 هدف، وكريم بنزيما 61 هدف. يعني بنتكلم ان رونالدو وميسي بيغردا في خارج الصرب لوحدهم تماما بلا منافس. اقرب المنافسين ليفاندوفسكي وكريم بنزيما اللي عندهم 62 هدف و61 هدف، رود فان نيستلروي 60 هدف، شيفتشينكو 59 هدف، تييري اونري 51 هدف، وفيليبو انزاجي 50 هدف، والفريدو دي ستيفانو 49 هدف، وزلاتان ابراهيموفيتش 49 هدف. الفرق اللي تأهلت رسميا الى دور 16 من دوري الابطال ولن تنتظر نتيجه المواجهات الاخيره، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ، توتنهام، مانشستر سيتي، اليوفنتوس، برشلونه، لايبزيج في موسم تاريخي لهذا النادي. المواجهات الحاسمه اللي هننتظرها كلنا اللقاءات القادمه، دينامو زغرب ومانشستر سيتي مواجهه حاسمه، شختار واتلانتا، اتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، بايرن ليفركوزن ويوفنتوس، انتر ميلان وبرشلونه، بروسيا دورتموند وسلافيا براغ، بنفيكا وزينت سان بيترسبورغ، ليون ولايبزيج ونابولي وجنك، وريد بول سالزبورغ وليفربول، تشيلسي وليل، اياكس امستردام، فالنسيا. كل دول يعني ايه مواجهه الحسم؟ يعني اللي يصعد تاني مع اول المجموعات او اول وتاني علشان يتم تحديد هذا المركز. ليفربول وسالزبورغ اكيد مباراه هتكون قويه بعد يعني تعثر فريق ليفربول امام نابولي، لكن مباراه اكيد هتكون قويه في النمسا. فريق ريد بول سالزبورغ فريق من الفرق القويه جدا اللي عندها طموح وعندها امل ان هي تشارك في البطوله الاهم على صعيد الانديه في بطوله اوروبا. ليفربول لو حقق اي نتيجه سلبيه هيطلع بره بالسلامه، بره دوري الابطال، علشان يكون حامل اللقب من المرات القليله اللي ما يكملش فيها الى دور ال 16. مكملين معاكم في ارقامنا واحصائياتنا وهدافي دوري الابطال حتى الان في موسم 2019 2020. روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ 12 هدف، وايرلينج هالاند لاعب سالزبورغ 8 اهداف، واوريسيتش لاعب دينامو زغرب 7 اهداف، هاري كين لاعب توتنهام 6 اهداف، ولوتارا مارتينيز لاعب انتر ميلان 5 اهداف، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 5 اهداف، وهيونغ مين سون لاعب توتنهام 5 اهداف. طيب نرجع لميسي بقى علشان نحتفل مع حضراتكم ب 700 مباراه لليونيل ميسي بعد مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة، لكن مباراة أتلتيكو مدريد خارج إحصائياتنا. بنتكلم على 700 مباراة مقفولين، أحرز فيهم 609 هدف خلال 390 مباراة من 700 مباراة. ميسي أحرز فيهم 609 هدف، يعني بمعدل نسبة 55.6% من مبارياته مع برشلونة. حقق 34 لقب
مع البلوجرانا وسجل في 87 فريق مختلف لعب ضده ليونيل ميسي. دي عدد الأندية اللي سجل فيها ميسي. لعب 13 مباراة ضد الأندية الألمانية آخرهم بروسيا دورتموند ونجح بتسجيل 15 هدف. ميسي مع برشلونة لعب 700 مباراة، فاز في 494 مباراة، تعادل في 128 مباراة، خسر 83 مباراة، نسبة الفوز 70.5%، أفضل صانع لاعب في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. طيب نروح بقى لقرعة يورو 2020 والمجموعات النارية، مجموعات النارية اللي اليورو يعني شفنا كده مجموعة رقم 6، مجموعة كده يعني مش عارف دي احنا هنتفرج عليها ازاي ولا هنتابعها ازاي من الحلاوة ومن الـ القوة اللي هنشوفها. بس هنبدأ بالمجموعة الأولى، خلينا نبدأ من تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا. احنا بعد الحلقة إن شاء الله هنعمل كده توقعات، تتوقع مين المنتخبين اللي هيتأهلوا من كل مجموعة، تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا، دي المجموعة الأولى، أنا بقول تركيا وإيطاليا. المجموعة الثانية الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وروسيا، أنا بقول بلجيكا ومش عارف الفرقة الثانية صعب. مجموعة الدنمارك وفنلندا وروسيا، فنلندا منتخب قوي أول مرة يصعد لليورو في تاريخه وبالتالي هيكون خصم أو منافس قوي جدا. المجموعة الثالثة هولندا أوكرانيا النمسا، والمتأهل من الملحق لسه في ملحق أوروبي هيتأهل فيه أربع منتخبات، أنا بقول طبعا على القمة هولندا. أوكرانيا من المنتخبات اللي هتتأهل كتاني مع منتخب هولندا. مجموعة الرابعة انجلترا كرواتيا والمتأهل أيضا من ملحق التصفيات والتشيك، أنا شايف أن انجلترا وكرواتيا هم الأقرب. مجموعة الخامسة أسبانيا والسويد وبولندا والمتأهل من ملحق أوروبي آخر، أنا شايف أن أسبانيا والموضوع ما بين السويد وبولندا يعني 50-50. المجموعة السادسة اللي بقول لحضراتكم عليها، البرتغال بطل النسخة الأخيرة، فرنسا بطل العالم، ألمانيا بطلة العالم وبطلة أوروبا، كل دول في مجموعة واحدة ولسه ناقص لهم كمان فريق. أنا من رأيي كفاية ثلاث فرق علشان خاطر نستمتع بيهم، أي فرقة هتكون موجودة هتتظلم هتطحن مش هتشوف قدامها. كمان فريق زي ما بقول لحضراتكم المتأهل من ملحق أوروبي آخر هيكون موجود في هذه المجموعة. مباراة الافتتاح هتكون ما بين فرنسا وألمانيا على ملعب أليانز أرينا بما إنها مقامة في عدد من الدول في قارة أوروبا. ده بالنسبة لمجموعات يورو 2020. طيب احنا معانا اخر احصائيه ليها علاقه بالجرافيكس وليها علاقه بارقام واحصائيات، خلينا ناخدها دلوقتي علشان خاطر هو اسطوره من اساطير الكره الايطاليه جان لويجي بوفون. بعد ما شارك في مباراه ساسولو الاخيره في الدوري الايطالي بيحقق رقم قياسي جديد، 478 مباراه بقميص اليوفنتوس، وهو نفس رصيد اسطوره الايطاليه اليساندرو ديل بييرو. وبوفون ايضا وصل رقم باولو مالديني ب 647 مباراه في الدوري بشكل عام، لكن بتيشيرت اليوفنتوس 478 مباراه، لاعب 168 مباراه مع بارما و 478 مع اليوفي، ليتساوى مع الاسطوره الايطاليه باولو مالديني، يعني مباراه واحده فقط ويتخطى بوفون يعني كل الارقام والاحصائيات. طيب دلوقتي جه معانا علشان خاطر ناخد نفسنا وتتفرجوا على مباراه ممتعه في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا في موسم 2003-2004 ما بين موناكو وديبورتيفو لا كورونيا، والمباراه انتهت 8-3 لصالح نادي موناكو. تعالوا نروح نشوف المباراه ونروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، يلا نروح لنجم الاسبوع والفصوله اللي بنقولها لحضراتكم كالعاده. نجمنا هو مواليد 18 فبراير 1967، احد افضل لاعبي ايطاليا ويعتبر من افضل اللعيبه اللي في العالم في فتره التسعينيات. حصل في عام 93 على جائزه افضل لاعب في اوروبا الكره الذهبيه وعلى جائزه افضل لاعب في العالم، وتم اختياره في فريق القرن اللي ضم افضل 11 لاعب في القرن السابق، واللي عرضه موقع وورلد سبورتس او وورلد سوكر عفوا. كمان تم تصنيفه في المركز ال 16 حسب تصنيف نفس الموقع، واللي اختاره من ضمن افضل 100 لاعب في القرن السابق ويعتبر اول ايطالي في هذا التصنيف. بدا مسيرته في عالم كره القدم سنه 81 لما لعب لنادي فيتشينزا،
وبعديها سنة 85 انتقل إلى نادي فيورنتينا ولعب له حتى عام 90، شارك في 94 مباراة سجل 39 هدف. وفي تصريح لي قال إن نادي فيورنتينا هو نادي اللي يرتاح في اللعب فيه أكثر من باقي الأندية. في عام 90 انتقل إلى اليوفنتوس بمبلغ قدره 19 مليون دولار أمريكي، هو مبلغ ضخم ورقم قياسي في ذلك الوقت. واستطاع أن يلعب مع اليوفي 141 مباراة سجل فيهم 78 هدف. موسم 95-96 انتقل لنادي إيسي ميلان وفاز معاهم بلقب الدوري الإيطالي، اللي يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين. واستطاع أن يلعب معهم 51 مباراة سجل فيهم 12 هدف. في عام 97 انتقل إلى بولونيا علشان يستطيع المشاركة في كأس العالم 98 بعد ما سجل 22 هدف في 30 مباراة، وقدر أنه يحجز مكان بدلا من المهاجم الشاب أليساندرو ديل بيرو في هذا الوقت. طبعا لعب في كأس العالم مع بعد كأس العالم راح انتر ميلان، ما شاركش كتير بسبب المشاكل مع مدرب الفريق اللي كان ليبي في هذا التوقيت. لعب 41 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وخسر مكانه في منتخب إيطاليا. لم يتم استدعاءه إلى صفوف المنتخب في بطولة أوروبا 2000، وانتقل كمان في عام 2000 إلى بريشيا ولعب معهم 95 مباراة وسجل 43 هدف. نجمنا هو صاحب أشهر بوني تيل أو ديل حصان بلغة الكورة في العالم، الأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو. تعالوا نشوف روبرتو باجيو ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا. حضراتكم فقرة الفيديوهات المتنوعة، والبداية من محمد صلاح وليفرن، وحديث شيق جدا ما بين النجمين الكبار. زي ما حضراتكم عارفين مدى الصداقة اللي بتجمع ما بينهم، علشان كده جبنا لحضراتكم الفيديو بالترجمة العربية علشان تعيشوا مع حديث محمد صلاح وليفرن، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يلا نروح لأهداف الأسبوع كالعادة اللي بنجمعها لحضراتكم من كل مكان في العالم، من الأماكن اللي حضراتكم مش هتعرفوا تشوفوا فيها الأهداف دي، أهداف من كل حتة غير الدوريات العالمية. تعالوا نشوف أهداف الأسبوع أو أفضل أهداف الأسبوع، نرجع نكمل مع حضراتكم. نروح من أفضل الأهداف لتصديات الأسبوع وأفضل تصديات، ونرجع نكمل مع حضراتكم. كوميديا الفرص الضايعة، ونشوف مين من صحابه أو زمايله ممكن يضيع الفرص اللي حضراتكم ما تشوفوها. يعني اللي قاعد بيتفرج يبلغ اللي مش بيتفرج، يقول أنا شفت حد ممكن يضيع كورة زي اللي أنا شفتها في برنامج جولد سبورتس. تعالوا نشوف كوميديا الفرص الضايعة، نرجع نكمل. نروح نحلي بشوية مهارات كده من اللي حضراتكم بتحبوها، اللي أكيد ليه علاقة بكرة القدم، والمرة دي كمان في جزء ملوش علاقة بكرة القدم، ليه علاقة بالباسكتبول لكن داخل فيه الكورة بشكل عام. تعالوا نشوف بعض من المهارات الاستثنائية ونرجع نكمل مع حضراتكم. الفيديو اللي جاي ده فيديو بيتكلم عن الإرادة والعزيمة هي سر النجاح. أي حد عنده عذر في تحقيق حلم بيسعى ليه لازم يكون عنده إرادة وعزيمة، علشان لما حضراتكم تشوفوا الفيديوهين اللي جايين دول اعتقدش ان بعد كده حد يكون عنده اي حاجة او اي عذر. تعالوا نشوف الإرادة والقوة والعزيمة بتعمل ايه في اصحاب الطموح واصحاب النفس الطويل والهمم. سويسرا واللي يجي من ريحة سويسرا، في شك ان مستر فايلر واحد من المدربين اللي موجودين عندنا بيحملوا الجنسية السويسرية، لكن زي ما هو مدرب ممتع الجمهور السويسري ايضا ممتع ومتألق ومبدع ومجدد للأفكار اللي موجودة في الاحتفالات في الملاعب السويسرية. تعالوا نشوف جزء من المتعة الحقيقية في كرة القدم، وهي وجود الجمهور واحتفالات الجمهور في دخول اللعيبة إلى أرض المباراة. تعالوا نشوف جمهور في الدوري السويسري بيعمل إيه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل يعني كل بيسأل أو كل بيتخيل، في ناس استقبلته إن هي جريت وفرحت واتنططت وأخيرا مشي أخيرا مشي، وفي ناس تانية استقبلته وصورته وهنعرضه لحضراتكم. ده جزء بسيط جدا من الجمهور اللي بيشجع أرسنال كان رد فعله، ورد فعل كان يا عيني يعني الواحد فعلا بيعذرهم على الحالة النفسية اللي وصلوا ليها، وده إهداء لكل زمايلي وجمهور أرسنال اللي بيتابع. ده جزء بسيط من واحد من الجماهير اللي استقبل خبر رحيل يوناي امبري. تعالوا نشوف استقبلوا الخبر ازاي ونرجع علشان نكمل مع حضراتكم. طيب دلوقتي احنا وصلنا لفيديو الختام، هو فيديو ملوش علاقه بكره القدم لكن ليه علاقه بالرياضه. واحد من الولاد الصغيرين اللي هيكون ليهم مستقبل كبير جدا جدا في لعبه البوكسينج، وانا بقول ان هو يعني انا مسمي الفيديو انه محمد علي كلاي القادم. هتشوفوا حضراتكم ردود افعال غير طبيعيه من ولد صغير
بيلعب لعبه بوكسينج. تعالوا نشوف ونرجع علشان نختم مع حضراتكم. حضراتكم لختام حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبت حضراتكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر كل القائمين على العمل هنا في قناه الاهلي وفي حلقه اليوم، بشكرهم على تعبهم. ان شاء الله نكون موجودين مع حضراتكم يوم الاثنين القادم في نفس الميعاد في التوقيت الشتوي الساعه 8:30 بتوقيت القاهره. اشوفكم دايما على خير، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.